إن من نعمة ربنا على هذه الأمة أنه حفظ لها كتابها الوحي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن أمة لها كتاب محفوظ، وهذا لا يوجد عند أي أمة من الأمم. يعني الآن نتكلم الآن في اللحظة دي، برغم من قمة التفرق والتخلف الدنيوي اللي احنا فيه وتكلمنا يعني بإشارة سريعة عنه، إلا أن الأمة تمتلك ما ليس عند غيرها. لازم تكون موقن بده. نحن حضارة النص، نحن حضارة ابتعثت للحياة من خلال نص نزل إليها من السماء. يعني نحن أمة ابتعثت بعد أن كانت مبعثرة، بعد أن كانت لا شيء. كان في حضارة رومانية وحضارة فارسية، والعرب كانوا شوية قبائل متفرقين في الصحراء. ابتعثت بإقرأ، بنص نزل لها، بوحي، وبنموذج طبقه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه القرآن. حصلت القومة للأمة دي، حصلت البعثة للأمة دي، بعد أمة متفرقة تظل الحرب بينها لسنوات لأجل ناقة، أمة يعني منهارة أخلاقيا، ملهاش دستور تتحكم إليه، القوة هي المعيار الوحيد اللي بينها، ابتعثت من خلال النص. هذا النص الذي بعث الأمة في أول أمرها موجود الآن. يعني ده الأمل، إن هذا الوحي موجود كما هو محفوظ. فهذه الحضارة التي قامت لأول مرة، حضارة النص، حضارة الإسلام، هذا النص الذي بفضل من الله سبحانه وتعالى، ولابد أن تفرح لذلك، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فامتلاك النص ده، دي نقطة البداية، اللي كانت نقطة البداية الأولى ونقطة البداية لأي قومة، لأي بعثة. فأنت الوقت حاسس بحالة موات، حالة يعني أشبه بحالة إغماء، بلاش نقول موات، لأن الأمة دي لم تموت ولن تموت. الأمة دي لم تموت ولن تموت، ولابد أن الأمة تبقى فاهمة كده، أن هي لم تموت. حد يفهم الأمة وشبابها اللي عبارة عن أفراد أنها لم تموت، وأن بقدرتها بإذن الله أن تستعيد القوم، أن في روح تبث فيها مرة أخرى، تشعرها، تشعر الأمة دي أن لديها ما ليس عند غيره، أن هي بتمتلك نص من السماء.